آخر الأخبار الرياضية إليكم في جولة. ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، حقق منتخب قطر فوزاً كبيراً على شقيقه الكويتي بثلاثية نظيفة، فيما انتصرت السعودية والعراق بهدف نظيف على طاجكستان والفلبين توالياً، وعاد الأردن من باكستان منتصراً بثلاثية بيضاء، كما فاز المنتخب الإماراتي على شقيقه اليمني بهدف 2-1، واكتسحت فلسطين بنغلاديش بخماسية نظيفة، وبالنتيجة نفسها حققت البحرين الفوز على نيبال، فيما انتصرت عمان على ماليزيا بهدفين دون رد. فازت بولندا على إستونيا 5-1، فيما تفوقت ويلز على فنلندا بربعية، ليلتقي المنتخبان في نهائي المسار الأول للملحق المؤهل إلى يورو 2024. وفي نهائي المسار الثاني ستلتقي أوكرانيا الفائزة على البوسنة بهدفين لواحد مع أيسلندا، وفي نهائي المسار الثالث ضربت اليونان موعداً مع جورجيا بعد فوز الأولى على كازاخستان بخماسية نظيفة وتفوق جورجيا على لوكسمبورغ بهدفين دون رد. استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024، حققت البرتغال فوزاً عريضاً على السويد 5-2، فيما انتصرت إيطاليا 2-1 على فنزويلا. خرج بوكايو ساكا من قائمة المنتخب الإنجليزي الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام البرازيل وبلجيكا، وجاءت مغادرة ساكا لمعسكر الأسود الثلاثة بعد تعرضه لإصابة طفيفة. استبعد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو إمكانية التعاقد مع زين الدين زيدان مدرباً جديداً لمنتخب فرنسا، مع تأكيد ديالو على استمرار ديدييه ديشان على رأس الجهاز الفني للديوك حتى نهائيات كأس العالم 2026 على أقرب تقدير. أفادت تقارير إسبانية عن اهتمام نادي باريس سان جيرمان بالتعاقد مع نجم الهلال السعودي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وبحسب التقارير نفسها فإن سافيتش يريد العودة إلى أوروبا بعد عام واحد من وصوله إلى الدوري السعودي. تلقى يورغن كلوب خبراً سعيداً بشأن لاعبه الإنجليزي ترانت ألكساندر أرنولد، حيث سيكون الأخير قادراً على التعافي من إصابته الحالية والعودة إلى قائمة ليفربول قبل الصدام المنتظر أمام مانشستر يونايتد في البريمير ليج في 7 أبريل نيسان المقبل. ألقت الشرطة البرازيلية القبض على روبينيو لاعب مانشستر سيتي وريال مدريد السابق أثناء وجوده في منزله على ساحل ساو باولو لبدء قضاء عقوبة السجن ل8 سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي في إيطاليا. نهاية الجولة، إلى اللقاء.